مشاهدينا الكرام، مكملين وياكم فقراتنا. ومثل ما تعرفون اليوم محور حلقتنا المهم جدا والاساسي، وكل سبت احنا عندنا كل مشكله ولها حل مع الدكتور كريم الترابي. نتناقش بمواضيع عديده تخص الشارع العراقي وتخص المجتمع العراقي تحديدا. فاحنا موضوعنا، وتعرفون ايام عيد احنا موضوعنا كان الاساسي هو تهاني العيد بين السلبي والايجابي مع الدكتور كريم الترابي. لكن قبل ما ندخل بتفاصيل محورنا ويكون ويانا الدكتور كريم عبر السكايب، لازم نشوف تقرير اللي هو عن التهاني والتبريكات واجواء العيد في النجف الاشرف. خلونا نشوف هذا التقرير. كل عام وانت بالف خير، ويا رب تنزاح هاي الغمة عن هاي الأمة ونكون بوضع أفضل. طبعا العيد مو مثل قبل، كنا احنا نروح ونطلع. حسب سبب كورونا شوية الأوضاع تغيرت، مدى نقدر نطلع نشوف الأهل نشوف ناسنا. بس دا أشوف موضوع كورونا، يعني صح هو يعني دا أشوف أكو إصابات، بس ما دا أشوفها بذيك المبالغة اللي دا نشوفها عند الناس. عيد أضحى مبارك علينا وعليكم، يا رب دام المسرات والأفراح على هذا الشعب الكريم. أتمنى بهاي الأيام بأن إحنا نعاني من جائحة وباء كورونا، الالتزام بالإجراءات الصحية أكثر. أتمنى ترجع الحياة النصابها أكثر بعد ما فترة تقريبا سنة ونص الشعب العراقي قل طلعاته وقلت. أتمنى ماتين من الإجراءات الصحية أكثر من خلال التلقيح من هذا الفيروس، إنه يبعده من الكمامة ويبعده من هو شغلات، ويخلينا نرجع لأهلنا والأصدقائنا وترجع الحياة الطبيعية للشعب. بالبداية نحب نعايد أهلنا وأقربائنا وأصدقائنا وناسنا، ونحب نقول أيامكم سعيدة وكل عام وأنتم بألف خير. أمنيتنا بهذا العيد يرجع سعر الصرف الدولار إلى وضع السابق، حتى ترجع حركة السوق الاقتصادية والناس تقدر تتسوق براحتها، والله يشفينا شر هذا الوباء. أهنئ الشعب العراقي والعالم الإسلامي جميعا بعيد الأضحى المبارك، وإن شاء الله دائما بالأفراح، وإن شاء الله تخلص هاي الغمة من هاي الأمة إذا الله راد بسبب الفيروس. يعني قلت التجمعات يعني، والأمور صارت كل الصعبة. التهنئة أول شيء بالنسبة لكل العراقيين وكل الأحبة وكل الأصدقاء، وعايدهم وأقول لهم كل عام أنتم بألف خير، وإن شاء الله عيد أضحى مبارك عليكم والتوفيق وتحقيق الأماني، والله سبحانه وتعالى يبعد عنا هاي الأمور الصعبة والأمور اللي قاعد المحن اللي قاعد تمر علينا والأزمات. المفروض كل إنسان يقدم أول تهنئة لأهله، بعدين يقدمها للوطن والبلد، وإن شاء الله لكل إنسان طيب بهذا البلد. نتمنى أنه يفيدنا فد بأي شيء باللي يقدر اللي يقدمه إن شاء الله، وإن شاء الله نساعد. تقريبا أنه هذا الوباء شوية أثر بالسوق وأثر على المواطنين، وتعرف يعني تأثير سلبي يعني وبيسلبيات هواية. تشوف انت الشارع، يعني هذا الشارع انا دائما كنت اجي يعني مزدحم بهيك اوقات، وهسه لا قليله كلش قليله. هنا الشعب العراقي بحلول عيد الاضحى المبارك عليهم، وبالخصوص عيد ماما وبابا بالعيد. واتمنى بهذا العيد ان ترجع الحياه طبيعيه نفس قبل، وينشال عنا الحظر ونتشافى من فيروس كورونا. اعياد مباركه وسعيده، وان شاء الله أعياد خير وسرور على جميع ربوع العراق والشعب العراقي بكافة أطيافه ومعتقداته. وهسه حاليا يعني رغم أنه موجة كورونا الثالثة، ورغم الالتزام البسيط جدا بال يعني بالتباعد الاجتماعي وبالإجراءات الوقائية وبالأيضا أخذ اللقاحات، والأعداد الإصابات جاي يزيد، وهذا هم أكيد أثر تأثير مباشر على حركة التبضع، وهذا جاي يلمسه الآن. أهلا بكم متابعينا الأعزاء، اليوم جبنا لكم المنحف الخماسي اللي هو أثبت بعد ما شفنا التقرير من تهاني العيد من النجف الأشرف. كنا دائما العراقيين نلاحظهم أنه من يعايدون يتهنون بيناتهم يتمنون الأمن والأمان للعراق، والعراقيين اليوم صار بيها وهذه الأمنيات صار بها التخلص من فيروس كورونا أكيد، والشفاء العاجل لكل الناس المصابة بهذا الفيروس، والله يرحم كل شخص يعني طبعا فقدناه بسبب هذا الفيروس. وإحنا بعدنا بإطار العيد وبعدنا بمحاور العيد، وراح يكون ويانا اليوم دكتور كريم الترابي مباشرة عبر السكايب حتى نتناقش بموضوع التهاني بين السلبية وبين الإيجابية، وشون احنا نتعامل ويا الموضوع، لأنه احنا بالفترة الأخيرة صارت عندنا هواية أحداث خلتنا انه احنا نوقف
مكتوفي اليدين ما نعرف شو نسوي اذا احنا بايام عيد نهني او ما نهني، شلون نهني بطريقه لائقه، شلون نوصل الفكره صحيحه، وشلون احنا ما نعكس الصوره السلبيه اللي بداخلنا على المقابل من يجي شخص يهنيك وانت تصدمه بطريقه مباشره انه وينك عيد؟ لا تهنيني، لا. بالتالي كل شخص اكو بداخله شغلات ايجابيه وسلبيه، دائما نحاول نتخلص من الشغلات السلبيه ودائما نبين الاشياء الايجابيه. هواي تفاصيل تخص هذا الموضوع راح يكون ويانا الدكتور كريم الترابي. كل عام وانت بخير وصباح الخير. صباح الورد والياسمين عليك يا هلا وعلى كل متابعي قناه الرشيد الفضائيه. شكرا لهم، كل عام وهم بخير وانتم بخير، رب يعود على الجميع بالخير واليمن والبركات ان شاء الله. بالمثل لك اكيد دكتورنا. وابارك، راح اركز على كلمه ابارك العيد للذي فقد عزيز على قلبه بسبب جائحه كورونا او غيره، ويا رب ان شاء الله تكون الايام القادمه ايام سرات. آمين يا رب العالمين. هسه أني قبل ما ندخل بأي تفصيلة من تفاصيل محورنا اليوم، أني أكو نقطة استوقفتني، أبارك لكل شخص، أني أريد تفسر لي هذا الموضوع من البداية. نعم طبعا الموضوع، بس خلي قبل ما ندخل بالموضوع. طيب اليوم أكو متحور جديد في كورونا. نعم اسمه يعني جيل جديد اسمه اكسيلون. طيب في كاليفورنيا صعب جدا يعني حتى يقوم جهاز المناعي. طيب لذلك ما حضرتك في البرنامج بانه يوصى يعني اذا ما تريد تتلقى البس الكمامه. طبعا اذا ما تلبس الكمامه بعد بيتك يعني، وانت ليصير يعني مثلا هاي مؤامره، هذا اللقاح مؤامره، الكمامه ما تلبسها، كورونا ما موجود. نخلي شويه نحترم عقولنا، ما تقدر تفتح بس الكاميرا من غيرك بكل بساطه، ما اعقدها عليك. عموما طيب موضوع على موضوعنا التهنئه والمباركه. بدايه كثير من الناس اليوم اساسا يعني هو حتى مفهوم العيد مختلط عليها. يعني شو اللي يصير؟ اللي يصير بانه بيعتبرون العيد بانه حاله من ال يعني الفرح والسرور والايجابيه بما يستحق، بما يستحق او هو في حد ذاته. لكن العيد اقول بانه العيد هو في حد ذاته شعيره من شعائر الله. الشعيره شنو معناتها اخواني اخواتي المشاهدين؟ الشعيره هو كل عمل يقربنا الى الله سبحانه وتعالى. مثل الصلاة، مثل الصوم، مثل الزكاة، مثل العطاء، كلها تسمى شعائر. الله يقول من يعظم الشعائر ومن يعظم شعائر الله فإنها متقبلة. هي شعيرة يعني مو فرح بحد ذاته. أصحح كلامي في البداية أو أوضح بشكل دقيق، يعني العيد بحد ذاته أي نعم هو بأفراح وبمسرح. ليش؟ الله سبحانه وتعالى الكلمة إجت من العوائد، العيد من العوائد، يعني ما يصنع بالعيد من عوائد على الناس، من عطاء، من افراح، من كرم، كل من هذه. اساس الشعيره، اساس هذه هي ترجع الى سيدنا ابراهيم عليه السلام، عندما قام بسنة التمله، عندما راى في المهبل ويقع الناس، الله سبحانه وتعالى بدا في هذا الكبش العظيم ومن ذلك الحين الله سبحانه وتعالى احتوى يعني عيد الى العالم اجمع. نعم اجى النبي عليه الصلاه والسلام على اله كمل الطريق واعطى كل التفاصيل المتعلقه بالموضوع. هسه ليش؟ شنو معنى تهنئه وشنو معنى مبارك؟ يعني انا اليوم لما اجي اقول اهنيكم اقدم تهاني بمناسبه عيد الاضحى المبارك، شنو نعم. معنى التهنئه؟ حسب قاموس المعاني، حسب قاموس هي عبارات مناسبة للمعتقد. نعم طيب لما تيجي واحد كل هذا
الشعير. المغرب منه ليكون هذه الشعيرة ليمونة ولا شوك وإلى خير. طيب نحن نقول له مساء القرآن مبارك هو حقه لا ينفع وبركته لا تزول. عشان الاستبار الكثير الفوائد والمتع هذا صوت الإنعام هذا يخص فرقش بسم الله الرحمن الرحيم وهذا أشتاه أن تلقاه مبارك مبارك نعم تتبعوه لعلكم ترحمون مبارك يعني الخير والبركة. السياق قال واحد مثلا فاق حديث طيب او فاق عنده هو لما اجي انا اتصل بي نعم واجي اقول له اقول له انا اليوم اللي تبارك العيد واتمنى الصحة والسلامة والتقدم. أكيد نتمنى الصحة والسلامة. طبعاً عندنا شوية مشكلة بالاتصال فراح نعاود الاتصال مرة ثانية بالدكتور كريم الترابي ونتناقش بموضوع تهاني العيد السلبي والإيجابي. أكو نقطة كلش مهمة تطرق إلها أنه هو شرح بين المباركة واليوم التهنئة شلون تصير والشعائر الدينية اللي هي موضوع العيد أصلاً. يعني اليوم إحنا دائماً نقول انه شفنا بهواي تقارير نقول العيد فرحة وهذا الموضوع الى اخره، بس موضوع تهاني العيد وموضوع المباركة بكل شيء. يعني اليوم احنا من مبارك للانسان بكل شيء، مباركة بوظيفته، مباركة بعيد، مباركة بتهنئة بزواج، بغيرها بهواي تفاصيل. هي المباركة اشياء جميلة جدا، ممكن حتى رب العالمين يبارك بالرزق اللي هو بالصحة وغيرها من التفاصيل. طبعا رجع ويانا دكتور كريم. نعم دكتورنا. نعم. نعم. وصلنا الكلمة اللي قلت بأنه يعني طلقت إلى الآية القرآنية مبارك وهذا كتاب نزلناه مبارك تتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. طيب. كثير من الناس اليوم لما تيجي تتصل بي مثلا تيجي تبارك للعيد. طيب يقول لي اريد ابارك لك العيد يصدق يقول لك مو ذا وين العيد يا مبارك انا فاقد اخوي او ابوي او ابن عمي او ما الى ذلك. يا اخي العزيز انا جاي اريد هذه الشعيره تحديدا هذه الشعيره يعني دعائي من الله سبحانه وتعالى بانه تنعاد عليك وانت بابي احسن حال. يعني اين الخلل او اين الضرر في هذا الدعاء لك؟ دعاء يعني هذه المباركه هي دعاء من الله سبحانه وتعالى بانه يديم عليك الخير. فانت ليش تمنع الناس وتصد الناس وتكسر خاطرهم؟ لكن بالجانب الاخر اكو بعض الناس من عمل بعض الناس هو ما يعنيه ولكن عندما يصير عنده عيد ميلاد مثلا صديق او بنته يجي عيدها عيد ميلاد سعيد أو هو ما يعيش بس من يفوز الفريق الكروي مثلا على سبيل المثال يرمي الطلقات النارية. طيب أو هو ما يعيش ولكن براس السنة يحتفل لأنه عيد وطني هذا. طيب دكتور عذرا للمقاطعة، هذا الموضوع مهم جدا وما أعتقد أكو يعني أكو هواية ناس مناقشة هذا الموضوع بطريقة عميقة. يعني أنت ذكرت نقطة كلش مهمة، إيش قلت أنه موضوع المباركة أنت دا تتمنى له أحسن حال، يعني مثلها مثل كلمة خاتمة الأحزان. يمكن إحنا دا نقول له خاتمة الأحزان أو ما تشوف شر أو دفع الله ما كان أعظم راح يستقبلها، بس مبارك عليك ما راح يستقبلها. وهي نفس الفكرة. نفس المعنى الفكرة. ولكن هو احنا عندنا استخدام الكلمات استخدام الكلمة. يعني انا فرقت لها مثل ما اقول لك اهنيك بالعيد اقول لك ابارك لك العيد. طيب ابارك لك العيد يعني بما معناه بانه مثل ما قلت اتمنى لك الخير والسعادة والموفقية. صح والمباركة طيب. بكل شيء طيب. ممكن تكون بالرزق بالصحة بالعائلة مباركة بكل شيء تشمل كل شيء. المباركة طبعا هذا الموضوع انا حتى البارحة كتبته يعني في على صفحتي على مواقع التواصل. نعم يعني حتى انا شخصيا يعني ما سمعت حتى من رجال الدين بكل صراحة بتكلم بكل صراحة يعني حتى رجال الدين يعني ما سمع رجل الدين تطرق الى هذا الموضوع. نعم يعني قد المشاهد الكريم يجوز يسمعه اول مرة يعني بس حتى نوضح لكم الفكرة. طيب هذا على المستوى الديني. طبعا حتى على المستوى الديني نختم على
مستوى الدين بأنه الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. بأنه كان كل التحديات اللي شاء كل التحديات من فقدان من قتل من جوع من حصار ولكن كان يحيي شعائر العيد. طيب ولكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني احنا نقتدي بالرسول أجل نقتدي بالرسول بطريقة حسنة نقتدي بالرسول، ولكن ليش نقتدي به في مواقف وفي مواقف أخرى ما نقتدي؟ يعني ليش مثلا على سبيل المثال الرجال يقتدون بالرسول في مسألة الزواج؟ ليه؟ لأنه يريحهم حتى يتزوج ثاني وثالث. يعني كل واحد يروح للاتجاه اللي يناسبه. احنا ذيك الحلقه اللي راحت قبل حلقتين احنا ايش قلنا؟ حكينا على موضوع الامثال. انا هسه بدي اعطيك مثل على هاي الحاله اللي هوايه ناس وهذا بشكل واسع ومنتشر بدنا نشوفه، انه هم يمشون على الاشياء اللي بس تصرفوا لهم، يعني بين قوسين كل من يدن النار الخبسته. نعم بالضبط. يعني انا هذا اللي اريد اقوله، يعني انا اليوم لما اقتدي بالرسول يا اخي ليش اقتدي لي بس الامور اللي تريحني؟ طبعا يعني في علم النفس، في علم النفس يسمى الخطاء الذهني، يعني فوق يعني صح يعني فوق يعني معرفتك تقطعها وما تريد تفهم وتنعزل عن العالم. يا اخي ليش؟ يعني ليش مو هذا المنطق؟ يعني انت وشويه بس تحكم المنطق مالتك لكان امورنا كثير انحلت. احنا نشتغل بالعاطفه، نعم العاطفه هي الحاكم لنا، وأنا أتفهم اللي فقد عنده عزيز أو أتفهمك. صحيح لك الحق أن تحزن، ولكن حق الحزن اللي راح أطرق لها، الحزن نهى عن الرسول يعني في حديث الرسول عن الزوجة بأنه أو المرأة لا تحزن إلا بعد ثلاثة، وعلى زوجها أكثر من أربعة أشهر وعشرة أيام. ليش؟ لأنه العدة. هذا نحن نقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام. يعني الرسول يقول وفي حديث آخر بما معناه بأنه تكرار الـ يعني ذكر المصيبة بعد ثلاث تكرار المصيبة. هذا على المستوى الديني. طيب على المستوى العلمي شنو اللي يصير؟ على المستوى العلمي، على المستوى العلمي بأنه هذه حالة الحزن اللي أنا أعيش بها، ماذا أجني من الحزن؟ أنا أريد هسه أخاطب أصحاب العقول الحرة، كل واحد حر ويفكر تفكير حر، وان ان شاء الله يعني من اهدافي انه نحاول نحرر هذه العقول، يعني نحاول يعني نوصل بالمشاهد الكريم حقيقه الى مستويات واسعه من التفكير. طيب انا اليوم اطرح على نفسي هذا التساؤل، حزنت سنتين وثلاثه واربعه ودمرت وبعدين طيب اولادك ما راح يشعرون بهذا الالم والحزن اللي جاي يربون في مجتمع يعاني اساسا من النكبات. منين اجت هذه النكبات؟ منين اجت هذه السلبيه؟ لانه عندنا دائره سلبيه حلقه سلبيه. يا اخوان اليوم اكلمكم في موضوع يعني اختصاصي، نحن ندور في دائره سلبيه من حزن من قهر من موت من جوع، دائره نتسرب هذه الدائره السلبيه، لازم نوقف هذه الدائره السلبيه، لازم نتفائل بالحياه، لازم نواجه تحديات الحياه بحب وبإحسان وكثير من هذه المسائل. أي نعم الوضع صعب، وبعدين بشيت أعطيني النتيجة. بشيت أنت أوكي، بشيت على شخص على وضع معين على حالة معينة، وبعدين وأذيت نفسك ما قاعد بالبعد بالبيت وياك راح يتبع الثمن يا أخوان. فأرجو يعني أرجو من حضراتكم أنه أن تكون هذه المسألة. طيب شنو اللي يصير بالحزن المستمر؟ الحزن المستمر يصير عندك الحالات النفسيه، العقد النفسي، شلون؟ ليش؟ ما بدك تشيل عيني اللي بعد بكل بساطه. لان الحزن المستمر ينفرز طبعا الحزن المستمر ليش ينفرز على الجانب النفسي؟ على الجانب الصحي، على القلب، على الشرايين، على النوم، على الجهاز الهضمي، على الاستقرار عقلي ايضا، كل هذه تاثر عليها الحزن المستمر. شنو اللي يصير بانه ينفرز عندك هرمون الادرينالين، هرمون الادرينالين وهرمون الكورتيزول من ينفرزون بكميات كبيره راح ياذون جسمك بكل مرحله.
انت لا تعني هذا، ولكن هذه الهرمونات في كميات كبيره راح تسبب لك المشاكل النفسيه، اذا سببت لك مشاكل على 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 المستوى الصحي او على مستوى القلب راح يصير عندك مشاكل نفسيه، عقد نفسي. عشرات الاتصالات اقسم بالله، يعني اتصالات كثيره تجيني من ناس يعانون من مشاكل نفسيه، حاجه الى مساعده نفسيه. شو اللي سببها؟ سببها قطع اللجان العيشه، سببها لانه اشترار الافكار السلبيه. لانه جاي نعيش بواقع حزين، جاي نشتغل بعاطفتنا. يعني بس يجي اي واحد، اي شخص اخر او اي شخص يجي يخاطبنا اي موضوع يريده، يستخدم فقط الجانب العاطفي. بس يحطك بالجانب العاطفي اخر ما عندك اياه. اوكي امنت بالله العاطفه موجوده، بس بنفس الوقت الواحد يحكم عقله، يحكم عقله بالمسائل. دكتور اكو موضوع كلش مهم، اكو ناس صار عندها تعويد الموضوع، عاده شلون عاده العادات الممكن السيئه اللي اي شخص يمارسها، اللي هو ممكن الاكل، الافراط بالاكل، ممكن الافراط بالتدخين، ممكن الافراط بالقهوه، هذا هم الموضوع صار عندهم عاده. يعني من يطلع من المود اللي هو بيه، من مود الحزن ومن موضوع الحاله النفسيه، يحس اكو اختلاف بالتوازن اللي عنده، فهواي ناس ممكن تكون ماخذه هذا الموضوع عاده، تعودت عليه. موضوع العادات، يعني هذا الرد ليس دقائق معدوده، اذا نجي نتكلم في موضوع العادات تحتاج حقيقه الى حلقات يعني اكثر من طيب حلقات. طيب هسه انا عندي سؤال، يعني لكن العاده بس اجاوبك نعم، رد الى نقطه في غايه الاهميه، في غايه الاهميه، لانه العاده الحزن عندما يصبح عاده، يعني هنا حقيقه نحن امام التطرف، لانه يصبح عندك عاده مثل ما قالت السيده المحترمه، شكرا لك. يعني لو تصبح عندك اي دفع تتكلم اليوم عن برمجه، يعني شنو برمجه؟ يعني انا حزين. اصبح بشكل ذاتي مع نفسك، الاشتراك الافكار مع نفسك، انا حزين، تتحاشيني انا حزين، تتحاشيني انا مكروه، تتحاشيني انا كذا، تتحاشيني انا، يا اخي ما ممكن، ما ممكن، قلبت حياه الناس الى شؤم الى كذا، ما ممكن، ما ممكن، الحياه لا تنتهي عند شخص معين. يعني هذا الموضوع قال البروفيسور هوكينز في كتابه الاستيعاب الرحيل، اطرق هذا الموضوع، انه كيف انت يعني تتحرر من هذه فقط. طيب دكتور، هسه انا اريد نقطه كلش مهمه حتى نعبر لموضوع ثاني. انا هاي الحاله صايره بي، يعني مو صايره بي انا شخصيا، انما الناس المحيطه بي، اكو حاله كلش انا ملاحظتها. ابن اختي يعني بعده مراهق، عمره 13 14 سنه، قاعد مجرد ما انه اني احكي وياه، اي احد يحكي وياه، لا احد يحكي وياه، انا ضايج، يا ربي انا ضايج، يا ربي شو اسوي انا ضايج. هذا شخص ثاني، شخص اول. شخص ثاني عندي وحده من صديقاتي نفس الحاله، قاعده طب وتطلع عندها صديقات وعائلتها مستقره، عايشه ببيئه جدا 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 جيده، نفس الحاله يصير عندها، انه مجرد ما انا احكي يا ربي انا ضايجه، يا ربي عندي ملل، يا ربي انا ضايجه ما اعرف شو اسوي. هذول الاشخاص شلون احنا نتعامل وياهم؟ اللي قلتي يعني انا اصبح في مجتمع العراقي حاضرا تحديدا مساله طبيعيه، ضايج، حزين، متالم، ابكي، موجود عند اليوم، يتاثر الشخص، يتاثر بيته، يتاثر بيته، يتاثر بامه وابوه. اذا كانت هذه كلها هي في غير صالحه، فكيف تكون مشاعر؟ بالمناسبه احنا اليوم مشاعرنا نقدر نتحكم فيها على سبيل، يعني كيف نتحكم بمشاعري؟ قدر الامكان، حتى لا يفسر كلامي بشكل مغاير، نقدر نتحكم بمشاعرنا قدر الامكان، حرص او حس او على وبعدين يعني انا حزنت وغشت وبعدين. وبعدين. مره ما بعد. وبعدين بكل طاقه عندما تجي الجواب مثلا انا حزين على جنب مثلا فقدت ابوي، وين ابوي؟ توفي من سنه 1990 الله يرحمه ويرحمه ويرحمه. الله يرحمه. حزنت على ابوي مثلا على سبيل المثال. اجى واحد قال لي شو حزن؟ اقول له حزن على ابوي. مثلا احمل نفسي اقول اوكي وبعدين حزنت. انقهرت وبعدين. مثلا ما لي خلق وبعدين. من تكرر على نفسك بعدين راح تصل الى جواب نهائي بانه حزنت يعني غير الجدوى. حقيقة
ولذلك أنا اليوم عبر قناتنا الكريمة قناة رشيد الفضائية أدعو كل من يسمع صوتي. نعم. كل من يسمع هذا الصوت أنا والله يعني من قلب صادق أو يعني أتمنى لك الخير، لأنه يا أخي شوية عاطفتك تمس عليك، بس شوية، ما أقول لك شيء للعاطفة مستحيل، ولكن شوية حط معاها العقل شوية، لأنه حالتك النفسية يتأثر بها بيتك، يتأثر بها أخوانك، يتأثر بها أولادك، يتأثر بها المجتمع، يتأثر بها مكان عملك. يا أخي ابتسم، يا أخي ابتسم، الابتسامة بلاش ما تخسر شيء، ابتسم، تبسمك في وجهك صدقة، ابتسم يا أخي ما تخسر شيء. يعني أنت يوم أنت تبتسم راح تدفع فلوس، ما تدفع فلوس راح تبين اسنانه دكتور يخاف ولو كان القلب يكثر دمًا. أيوة اللي الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، لا تنقل مصابك من كنوز البر كتمان الصدقة والمصيبة والمرض والحاجة. هاي كل أحد يسأل الرسول، إحنا مو نقتدي به، إحنا نقتدي بالرسول صح، بس مونا يا ناس يعني اللي أتركوا هذا الرجاء مو عمل لا نخسر مثل ما تقولون أنتم. يعني أرجع لكم اللي تقولون أنتم مو عمل حتى أنا يعني بس مقصد كلام حتى لي أنتم جالبون نخسر الرسول قدرة الرسول طيب وهذا حاجة الرسول من كنوز الإسلام كتمع المصيبة والحاجة والمرض وال طيب دكتور انت تعرف احنا دائما يداهمنا الوقت قبل ما نوصل لختام محورنا اليوم. انا عندي سؤال ايضا اخير اتمنى انه انت تجاوبني عليه. موضوع التهاني، احنا دا نشوف بالفترة الاخيرة بسبب تطور تكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي والاجهزة الحديثة احنا دا نشوف انه صارت التهنئة هي عبارة عن صورة جاهزة، عيد مبارك بها فد كليشة كل عام وانتم بخير، اي تفصيلة ثانية، ويصير لها تحويل او تتعمم لكل الارقام اللي موجودة عندك وتنتز لكل الناس اللي انت عندك طبعا، وتعتبر هاي تهنئة او عيدية خلاص بعد هاي نقطة راس سطر. هذا الموضوع اليوم صحيح اليوم ظاهرة هاي جميلة، ظاهرة ايجابية، لها تأثير سلبي ام لا؟ يعني هي التهنئة جميلة، يعني حتى لو كانت في بطاقة أو كانت مكتوبة هي مشاعر إيجابية أنا أدعو، بس إذا تكون كلمات مكتوبة طبعا تكون أحلى، لأنه فيها طاقة، نتكلم عن طاقة لأنه الكتابة طاقة. يعني أنت اليوم تيجي تكتب مثلا كم سطر أو تيجي تتصل صوتا بشخص معين تنقل له طاقة، طاقة إيجابية بطبيعة الحال. يعني تفرق بين أنا أبعثك صورة اي نعم مشكور انت تهنيني وانا اشكرها واتقبلها بكل هذا الصدر، بس اللي اريد اقوله بانه ايضا اللي يعني اقدر اكتب لك او اقدر اتصل بك بالتليفون او اقدر بشكل اخر اقول لك هذه المشاعر الايجابيه، مشاعر الحب ومشاعر المواساه، بس خلي اتطرق عندي وقت شويه هلا عندي دقيقه اي تفضل دكتور تمام طيب اللي اريد اقوله بانه اخوان يعني حتى اليوم الحزين على مثلا على طبعا كان موضوعنا هو هذا يعني صلب الموضوع الحزين ما يقدر يبارك للناس وما الى قلب وما الى مدد، انا اتفهم هذا الشيء، ولكن لو كان من فقدته موجود هل يسمح بهذه حالتكم؟ ابدا. يعني تصور اللي كان موجود يمك هسه ودي يشوف تجاهك بنفسك وجاي تقهر نفسك وجاي تضر نفسك وما تاكل وما تلبس وما تعتني بنفسك وما تعتني بنومك وما تعتني، حتى اكو ناس اعتزلوا اولادهم، اعتزلوا اولادهم بسبب الحزن. صح. سؤالي لو كان هذا الشخص اللي فقدته موجود امامك في البيت هل راح يقلب هاي وضعيتك؟ لا طبعا. انا السؤال هذا اطرحه لك لانه حقيقه ما تتراجع نفسك ونبدي نفكر بتفكير ايجابي، ندي ننقل مشاعرنا الجميل، ندي نبشر ولا نعسر، ندي نبتسم هذه الحياة بطريقة أخرى وهكذا تستمر الحياة شئنا أم أبينا طبعا شئنا أم أبينا طبعا
شكرا لك دكتور كريم، شكرا على هذه المعلومات المهمة جدا. أتمنى الرسالة تكون وصلت لكل الناس، لأنه اليوم هذا الموضوع له تأثير على المجتمع العراقي أجمع. شكرا لك دكتورنا. خير الناس من نفع الناس. أكيد أكيد. مع السلامة دكتور. مشاهدينا الكرام مستمرين بفقراتنا لكن بعد هذا الفاصل.